بعد انقطاع طويل دام لأكثر من 5 أشهر عن محبينه، طل النجم المغربي سعد المجرد بأول إطلالة له عبر مجموعة من الصور والفيديوهات اللي تم نشرها على حساباته الشخصية بهدف التواصل مع الفانز اللي وجه لهم رسالة خاصة قال لهم فيها: الحمد لله رب العالمين، على كل حال سعادتي لا توصف برجوعي لوالدي ووالدتي ثم أهلي وأصدقائي والجمهور الغالي الوفي الذي صمد معي منذ البداية. سامحوني على التعب اللي تعبتكم معايا، نفديكم بروحي يا جمهور ليس له مثيل. أشكر أخواني وأخواتي الفنانين الذين عاشوا معي ومع أهلي كل لحظة مؤلمة، مهما شكرت لن أوفيكم جميعا حقكم. الله يحفظكم من كل مكروه، وشعاري دائما هو الله، الوطن، الملك. سعد اللي كان عاش أصعب الظروف خلال الأشهر الأخيرة خص محبينه بفيديو مؤثر إله ولا أهله من العاصمة الفرنسية، فنال أكثر من 1,000,000 مشاهد بظرف أقل من 2 يوم، الأمر اللي بيدل على نجوميته الكبيرة والحقيقية رغم اللي صار معه. أما حاليا فسعد رح يتواجد بالعاصمة الفرنسية بانتظار استكمال التحقيقات وبعيدا عن اللقاءات الإعلامية والتصريح الصحفية، ولكن سعد رح يطلق جديده بها الفترة ليعود ويقدمه على المسارح بأقرب فرصة ممكنة.